النادي الافريقي تمكن من تاهيل الملاعبيه نتاعو بما فيهم المنتدب الجديد اللاعب الغاني ديريك. حسب مصادر من الجمعه التونسيه لكره القدم فانه الاجازات الخاصه بالملاعبيه باش تكون موجوده نهار السبت. 7200 هو عدد الجماهير اللي باش تكون حاضره في مباراه النادي الافريقي ونادي حمام العنف نهار الاحد في اطار الدفعه الاخرى من الجوله الاولى من البطوله. مباراه تغير فيها حكم الساحه من نصر الله الجويدي للحكم عامر شوشين وسبب الالتزامات القاريه اللي موجوده وسبقت التعيين هذا بالنسبه للحكم نصر الله الجويدي.